عيني كاميرا المجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايع البلاد يا وغير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب بالخ وخبر في الفن دمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل والحراك السلام عليكم مشاهدينا، صح رمضانكم وصح فطوركم. في هذا العدد من المنجل جبنا لكم دي جي ام 5، خليكم معنا نشوفوا ردة فعله في هذا العدد ونوليو. أسعد اليوم باستضافة فنانين لهما صدى على الصعيد الفني والثقافي. إذن أبدأ بأستاذ جورج أنطوان صافي، عميد الفن اللبناني ومحلل سياسي وكذلك إعلامي. أهلا بك. تشرفت أني معكم اليوم وتشرف بالأستاذ وفيكي على هالدعوة. شكر خاص للقناة الحياة الجزائرية لأن استقبلتني عندكم، إن شاء الله تكون قاعدة منيحة يا رب. أهلا بك مرة أخرى. إذن أسعد باستضافة كذلك سيد حميفي مراد المعروف بالساحة الفنية والثقافية يعني بلقب دي جي ام 5. أهلا بك مرة. مرحبا بكم ويعطيكم صحة بوغسات انفيتاسيون ولي أشرف أني قاعد معكم مع ثونا. هذا راه الداهية، هذا راه علامة، هذا قاري العلوم سكولوجيا والعاداب والتاريخ إذن نبدأ مباشرة بالحديث. نبدأ بك أستاذ جورج، لو تحدثنا قليلا يعني وباختصار حول واقع الفن اللبناني. يعني كل العالم بيحكي على الفن اللبناني وكل العالم يعرف الفن اللبناني، مخرج نحكي عليه لأنه الفن اللبناني نمبر وان بكل شيء. لما بدنا نعد هيك نقول سفر للفن اللبناني 2-3-4 وكل بلد يعني حدد مكانته ورقم تبعه. أوكي لبنان تعرفي انه يقولوا لها سويسرا الشرق وكل العالم تشهد هالشي. بلش الفن بعد روما على لبنان. نعم. اوكي، يعني لو جينا لاول مسرحيه الغنائيه كانت الاخوه رحباني موسم العز، طلعت من لبنان بالثمانينات. يعني لبنان بالوطن العربي نمبر 1 بالفن، نمبر 1 بالفن. يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد ونعرف بيحكي. توافقوا رايي مراد؟ والله ما نوافقوا، والله ما نوافقوا. كيف شي نمبر 1 غزال ديال الفن تاعي شي نمبر 1؟ لا هي شغله يعني محتومي، يعني كل العالم كل العالم هذا رايك نحترمه، بصح باش تقول لي زعما نمبر 1 احنا لما بنشوف باريفين قالت عليكم لا لا والله عن جد يعني بنحكي ما بنهزر، يعني الفن بلبنان نمبر 1 اهبالك عندكم نمبر 1 حنا في الجزائر ما كانش كيتشمع، يعني في فنانين جزائريين يطلعوا لعندنا كاين بالك. أستاذ جورج تلقب بعميد الفن اللبناني، يعني لو تحدثنا عن هذا اللقب. أنا اسمي جورج أنطوان الصافي ابن أنطوان جدي وديع الصافي. والله العظيم والله من تعيد يدوخني هذا الإنسان. جدي وديع الصافي كان أول حدا بلقبوه بهاللقب عميد الفن بلبنان، لأنه كان من صوت وعود بيعمل حفلة، أخذ كتير جوائز ومن جائزة أكبر جائزة ويرحم بابه مهرجان دمشق سوري. يعني اخذت هاللقب لاني اثبت جدارتي بعزف على الكمانجا بحفله هنيك بعلبك وكانوا كثير مشتركين. بي هو اللي حفزني مشان هالشيء، ويعني احنا بالاسره تبعنا لقب موروث يعني. لا مو كلهم مارسينه، بس احنا بالاسره تبعنا يعني ما بدنا يطلع هاللقب من الاسره تبعنا. اوكي، يعني شيء 3-4 بالاسره تبعنا اخذين هاللقب. مراد لو كان توافقني الراي، ربما في الجزائر باش نلقبوا واحد بعميد الفن في يكون هناك عطاء يعني من الكثير. بيان سير بيان سير. الله يرحمه ثاني اللي نحبه بزاف ثاني. لازم يكون كما نقول لك بديت بزاف الفن هذايا، ولازم كما عباك وحنا تان في الجزائر عندهم حاسة الفن هذيك في السماوات لا ميوزيك، باش تكون باش يقيموك شغل الفنان لازم تكون
عندك بالماريس طويل كما يقول يعني باش يلقب فعلا بعميد الفن. سي نورمال سي نورمال. نبقى معك مراد، يعني كما سبق وان ذكرت انت غني عن تعريف الساحه الفنيه والثقافيه. ربما شاهدنا في سنه 2019 العديد من الاحداث، منها مؤخرا سنه 2019 العام اللي فات الحراك الشعبي. السؤال الاول موجه لك، هل شاركت في هذا الحراك؟ بيان سور شاركت. هذيك لا جوني نهار بدا الحراك كانت لو 22 فيفري وقيلا، كان سيتي مون انيفيرسير هذيك، كان سيتي مون انيفيرسير هذيك. تسمع قعدت لي ذكرى في الاسمو ديالي. بيان سور شاركت، كنت انا وكانوا بزاف فنانين معروفين على الساحه الوطنيه اللي لمدوا الصوت ديالهم للتغيير. فوالا. واش راه يستنى فيك يا مراد؟ اول شيء بدي اساله سؤال، انت شاركت بالحركه كمواطن او كفنان؟ وي 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 بون كيستيون هذه للزوج. لا تفرق يعني كمواطن وفنان. فوالا كمواطن بيان سور، لو جا فنان هو مواطن. لا لا تفرق جاك يعني. تبصح اسمح لي كلام كبير، تبصح اسمح لي كلام كبير. ويرحم بابك. دونك يدخلوا تخرج الحراك تتلاقى بمواطنين، مواطنين تتلاقى بفنانين، فنانين هما مواطنين. كيف؟ دونك تخرج تخرج الحراك تتلاقى بمواطنين، مواطنين تتلاقى بفنانين، فنانين هما مواطنين. انا عايز جمله مفيده. انا فاهمني. تا بالك من الطالب، تا هو اسمح لي احنا ما خدناش بالك على الطالب بزاف. خرجنا بالك على التغيير. يعني حتى ويكون فنان، يعني في فنانين من يعني بيستغلوا هالفرص لي يعكسوا يعني اتجاه ريح هيك ويعني ياخذوا شو ما بدالهم. يعني شوفي احنا نشوف كثير فنانين هيك طلعوا على الحراك حبيتوا ترجعوا لنا ما نعرفوش وراك. انا بنسي الفي هدول منهم فنانين، يمكن نقول عنهم اشباه فنانين واشباه فنانين. كيف؟ اشباه فنانين لانهم طلعوا ليبينوا. نعم. بس الفنان الحقيقي بيمد ولا بيعطي للبلد تبعه اكثر ما ياخذ، اوكي؟ خاصة بهالشغلة، البلدي إذا ما اعتازتني ولا وقفت معها يوم حزنة، شو بدي وشو بدها تعمل فيني يوم فرحة؟ حتى في الجزائر كاين فنان. داروا دي كليب، داروا أغاني، يعني باش يلحقوا رزقي. كل واحد كيفاش لحق الصوت ديالو. بس ناس أخذتها رزقي. ناس أخذتها رزقي. عادي ما على باليش، عادي ما على باليش. لا والله ما على بالي على منك تحكي كاع. والله انت 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 شو شغلتك؟ من مسؤوليتك انت شو شغلتك؟ انت شو شغلتك؟ شو دي جي هنا؟ شو دي جي هنا؟ دي جي اوكي. انت كدي جي او انا احقل لك انك فنان مثلا، احقل لك انت كفنان مثلا، انت كفنان اوكي لكنه فنان مثلا عجبتني مثلا عجبتني. لا بدي اقول لك يعني بدي اول شيء بدي اقول لك هالشغله يعني مثلا انت كفنان اوكي انا احكي لك انت فنان اوكي راح تطلع الى حبيته الى حبيته. لا مو ما بحب انا بدي اقول لك بس شو بقى لا لا عجبتني هذه تعبت مثلا عجبتني. كمل كمل مش مشكله. يعني بدي اقول لك انت فنان اوكي تطلع للساحه اوكي تغني بعدين هالاغنيه تبيعها. لا بدي اقول لك انا قلت لك انت فنان هلا طالع على الساحه تغني بيعها الاغنيه تاخذ حقها. هي استرزاء منا وطنيه. الوطنيه انك كفنان تعمل شغله ببلاش لوطنك. يعني ما بعرف تحط بصمة كان هذا هو الحال في الجزائر. مو كلهم مو كلهم يعني معظم الفنانين اي مكان باي مكان مو بالجزائر بس مو بالجزائر بس باي مكان بس في ناس لتبين تعمل هيك اوكي. ثاني شيء عندك بروبلم مع هاد الناس عندك بروبلم مع هاد الناس صحيبي الشوالة هذا الشوالة هذا اللي قلبيكو يا خويا ضربناها برقد. لا ما عندي مشكلة معهم بس انت بدي عندك بروبلم مع الجزائر. بدي اقول لك شغلي نسيت شو بدي اقول لك. راح نوصل الحديث استاذ من فضلك ماشي هذه هي يعني النقطه او موضوعنا لنهار اليوم. مراد منين هذا منين منين هذا منين وي 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 بون كيستيون هذه لبنان ياك. نعم قلت لك في لبنان
يعملنا حراك لبنان. أنا ما شفناش حراك تاعكم، ما هضمناش أنت ما شفت. ما شوفوش أنا على فراشو، شوف حراك تاعكم. أنت ما شفت. شوف الحراك تاعكم. انتفاضة لبنانية. وهضر على الحراك تاعك، تهضرش على الحراك ديالي. انتفاضة لبنانية. احنا بدنا محاوزنا، احنا بدنا محاوزنا. انتفاضة لبنانية أحسن انتفاضة في العالم العربي. بالعقل عليه يا جورج، بركة ما تخرطت عليه. حتى في الجزائر كانت تشهد سلمية تامة. لا بركة ما تخيل عليها. لا خليني كفي. واحد ما سمع بيك ما بالك. أنت ما سمعت. أنت عندك مشكلة. أنتم تبعتونا كاع. أنت عندك مشكلة مع. أنتم الحراك تاعكم قاعد يا ربي شهرين ولا ثلاث شهور، احنا قاعد عام. قاعد عام. أنا كجورج. أنا كجورج. أنا كجورج. حضرت الحراك تبعكم. جورج جورج. جورج هو اللي بدل السيت. لا بدلت اسمه في الجزائر. أنا حضرت الحراك تبعكم أول شيء. راح ناقشك بنقطة بعدين حرجع لك على النقطة. الحركة تبعكم ما كان سلمي بهالقد، يعني سلمي بهالقد، يمكن جمع جمعتين ثلاثة أربعة كان سلمي أوكي. بعدين لا مو كله، العالم كله كان يشهد على سلمية الحركة. لا أنا كنت هون حضرت جمعة عندكم هون سلمية، لأن حضرت كان بدي كان جيت أسفينا لكن سلمي، كان بدي شوف هالسلمية اللي كل العالم تحكي عنها. حضرت يوم غيروا الأيادي الخارجية هذه، الأيادي الخارجية هذه. كان حراك مهزلي، ما كان حراك، يعني ضرب بشات مسبب. بيبي ما تهضرش على تزايد على الشعب يا نظام، ما نحكي عنه لأنه كان فاسد. تحكيش علينا أبو محمد. النظام كان فاسد. لا ما تحكيش علينا. أنتوا طلعتوا تغيروا النظام، النظام فاسد. قديش قعدتوا؟ قديش؟ قعدنا عام. عام، احنا بشهرين. احنا بشهرين عملنا كل هالشيء. النظام عندكم أنتم. احنا بشهرين. كم نظام شباب انتم في لبنان؟ احنا بشهرين عملنا هالشيء. مواطن شاب بين عقلين. عملنا هالشيء. استاذ لا تعرف انه ما تحبي ترجع لحالها يا اللبناني فنان. المشاكل. تعرف ان المواطن اللبناني كله فنان، كلهم طالعين فنانين. صح. انتم قاعد. راح نرجعوا لهذا النقطة استاذ جورج. مراد كاين ربما العديد من الفنانين او زملاء اللي توجهوا لي وتكلموا لي، قالوا لي انه مراد في فترة الحراك الشعبي يعني اخذ من الحراك بيت وسيارة. كيف بيت وسيارة؟ شنو هو الركعات عندك الحق أن يجاوبهم في قناة الحياة؟ بذلك الحمد لله. واه مديت والو للطوموبيل نضال. واه مديت والو للطوموبيل نضال. حيا هادي مليحة، هادي مليحة. في ديزل قولوا هذا اللي يعطيك لانفورماسيون ديالك ولا راك غلط 100%. قولوا انا راح نغير ما راحش ندي. اوكي يجيك رئيس كذا او رئيس منظمه كذا بده غرض يوصلوا مشانك لانك انت عندك كالي داروا كالي كالي بداوا يخدموا في دي بوست تقال وكان بصح انا معه بصح انا معه ويرحم بابي او غلط هذا بزاف. اوكي احنا كل اللبنانيين فنانين، احنا الدبكي تبعنا انتو بالجزائر بتستعملوها بعراسكم كثير شغلات. بس حبي ترجع لي لبنان هذه تا لاس فيغاس، هذه شو الحاجة كبيرة. لا هاي كل العالم بيحكي على لبنان. هاي سويسرا الشر، وإحنا يا ماكراش قاع، وإحنا يا ماكراش قاع، وإحنا يا ماكراش قاع. هاي سويسرا الشر. اوكي لبنان عملت كثير اسماء بالجزائريين. لبنان عملت كثير اسماء من الجزائر. ما كان عندهم يعني فرصه انهم يبينوا هون، بس لما طلعوا على لبنان بينوا، يعني صاروا فنانين، اخذوا دروس، بينوا حالهم، يعني صاروا فنانين. يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح. لكن كاين فنانين طلعوا يعني عندهم هوايات و طرني طرني دا. لا انا يا عميد الفن بلبنان. عميد بلبنان. عميد يا عميد الفن بلبنان. عشو تضحك يا عميد الفن بلبنان؟ عشو تضحك؟ عجبتني تاع العميد، عجبتني. اجت الحزينه تتفرح ما لقيت لها مطرح. كيف اجت الحزينه تتفرح ما لقيت لها مطرح؟ ماشي مشكلة يا ذاك. حتى هو يعني قدم كثير للجزائر. شوفي قدم العديد من الفنانين. من فضلك ما تقطعنيش عميد، هذه عجبتني. مقيدين بالوقت. واش قال هذا؟ واش قال مثل هذا؟ شنو حزينه تفرح؟ واش قال هذا؟ واش قال مثل هذا؟ شنو حزينه تفرح؟ انا عايز جمله مفيده. هلا مثلا انت قلت لي انا فنان، انا ما بشوفك فنان. لا ما نعرفكش. انا ما بشوفك فنان، انت تجي تشتغل يمكن عندنا بالاعراس، كيفاه؟ الله يسفر وجهك ان شاء الله.
بورت مالور. الفن العود، جيبي لي صوت، جيبي لي عود وغني لي. حضرت آخر مرة مع سفيرة الأغنية الأندلسية تبعكم بأمريكا الأستاذة زكية قارئ الله يذكرها على خير، أوكي؟ كانت آلات موسيقية وصوتها بس عملت حفل، هيدا فن. الفن مو مقتصر، الفن مو مقتصر على آلة. يعني أنت تجيبي لي مسجل صوت يعني لي هيدا حتى فن. مسجل صوت لو نجو أنا أنت مخرج، أنت مخرج الله واحد ما يعرفك شريك، أنت مخرج حتى يقولوا عنك فنان. داركم 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 وين تسكن؟ داركم ما يعرفوكش، داركم ما يعرفوكش. لا الحمد لله أنا من عائلة وديع الصافي، وجدي وديع الصافي لا يكون بعلمك. ما أنا من عائلة حميفي. أوكي أوكي لا تفرق هاي، تفرق هاي. إحنا اسم كل العالم بيسمع. إحنا ماشي فنانين يا أخو. لا أنت أنت لا نفسك، لا تحترم نفسك. رقم بيت تزاير وفنان وسمو. لا تعرف شيء 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 شيء. دخنا برنامج بعد. لازم تعرف هالشيء، لازم تعرف هالشيء. وهل هاي الشغلة، هاي الشغلة، هاي الشغلة منا شغلة يعملها فنان. شوفوا الفنان ودكارة. حقها هاي لا يا داكور احتدفع حقها هاي استاذ المرض نكملوا فقط لا نروح نكملوا اسئلة لقعدولي لا لا يا مراد نعرفك عقل ما تضربوش نكملوها فقط شبيك اطيح لي عصي الحلاني فنان ما فنان استاذ جورج من فضلك مهبول جورج والله تدفع حقها هاي جيبونا تسلب الشرطة تسلب الشرطة ليشوفوا مع المهأة هبيلة هيدا انت شو بتعمل انت شو بتعمل قبل ما اضرب معك مقدمه هيدا منه فنان هيدا مهندس صوت جايب لي اياه هيدا مهندس صوت جايب لي اياه لا بلا يكون فنان بعدين جيب لي اياه انا ماشي فنان لا كون منك فنان مو فنان ولا تعمل معي هيك رح تدفع حقها رح تدفع حقها تسلم الدكتور هلا كثر لي اجلي نختمه فقط الله يحفظك معلش اختمي خليني نروح بنادم مقبل نهضر معك وطونك دي جي وطونك مقبل نهضر معك وطونك دي جي وطونك فنان انا هضر معك انا معليش انا ماشي فنان منو خرج يكون فنان ولا تقولي لي فنان هيدا مهندس صوت جايبك اياه انت عندنا تشتغل بالاعراس معليش نخدموا الاعراس يا اخي عندنا بتشتغل بالاعراس انتوما في لبنان فنانين وعملنا من عندكم فنانين وطلعوا هلا بلبنان وبيشتغلوا باسم فنانين اوكي 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 ايش داني البوليتيك هذا اللي ما نقدرلوش ما نقدرش لهذا الصوالح انا واش داني روح الله لي ربحك استاذ جورج رح نختم من فضلك جيبي لي فنان بعدين اختمي يا والله هلأ هلأ خلاص ريك عندي فنان سيبون تربي راني نحاور فيه تفضل سيبون فريكي اكتش الهضرة وسيبون اهضر معه ما تقول ما يهضرش معه مالي خرب الاستوديو شو بدنا نعمل من فضلك خرب الاستوديو شو بدنا نعمل من فضلك هيدا الفنان تبعك ماشي فنان انا شريكي خلاص مو خرج تكون فنان انت انا ماشي فنان يا اخويا صح حاويكم من الفن في لبنان ايه انت ماكش فنان منك في المجال ايه يا مراد تقبضنا عليك وحكمناك بالمنجل لا لا يا اخي لازم ثلاث سنين محكمون انا ماشي اليوم حكمناك ماشي اللي يحكموني كل عام سمعت رجلي يخو سامحني والله يخو مشاهدينا كان معنا دي جي اهم فايف معايا انا محمود عبد العزيز وصار عبد الليل اللي حكمناه اليوم في المنجل وش تقدمنا كلمه خيره بس ما شاء الله بكم صح باسكو اخر روازون اللي حكموني عندي بزاف ما سيبور ما جاتنيش اللي ما فكرنا على شيء راكم كل من اصحاب بانكم وصحاب فوقكم وبالكم زوج بون لزوج شو عليهم لا قلنا خاين الحيرك يا ودرناها بالعالي كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايع البلاد يا وغير قصرة وقصطو صار عبد الليل
جاك 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 المنجل جاك 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 المنجل جاك 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 المنجل جاك.